أهلا بكم. كشف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هزغر دبيرغ أنه اقترح فتح الطرق على مراحل، ولكن الحوثيين رفضوا، وعبر عن قناعة راسخة بشأن إمكانية فتح الطرق المغلقة إلى تعز ومحافظات أخرى. وفي حاطته أمام مجلس الأمن قال المبعوث الأممي أن الهدنة ما زالت صامدة، مشيرا إلى انخفاض كبير في أعداد الضحايا بين المدنيين، كما شجع جميع الأطراف في اليمن على الانخراط للتوصل إلى اتفاق شامل. يختتم المتعجلون من حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج اليوم ثاني أيام التشريق، والذي يعرف بيوم التعجل، ويقوم المتعجلون برمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، ثم توجه إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج، ليتوجهوا بعد ذلك إلى أوطانهم أو إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه. أما الحجاج الذين يبيتون في مشعر منى إلى يوم غد فسوف يكملون رمي الجمرات الثلاث. واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع توزيع الأضاحي في محافظة حضرموت، بالإضافة إلى حملة توزيع كسوة العيد. ويستهدف مشروع توزيع أضاحي العيد أكثر من 1300 أسرة في مختلف مديريات حضرموت، فيما يستهدف مشروع توزيع كسوة العيد أكثر من 16,000 أو 1000 أسرة بقيمة 4 ملايين ريال سعودي. وتأتي المشاريع استمرارا لسلسلة من الأعمال والمشاريع والمبادرات الخيرية التي أطلقتها دولة الإمارات في اليمن منذ بداية العام الجاري. أعلنت الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة حضرموت القبض على منفذ عملية اغتيال العقيد بالخير حسن بنصيب، نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية. وأكد بيان للسلطة المحلية في محافظة حضرموت أن التحقيقات بينت أن الجاني كان على خلاف شخصي مع العقيد بالخير، وكان مسلحان على متن دراجة نارية، قد أطلق النار على العقيد بالخير في المكلة في حادثة تعد الأولى من نوعها في ساحل حضرموت بعد تحريره من تنظيم القاعدة الإرهابية عام 2016. أعلنت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن عدد سكان العالم يفترض أن يصل إلى 8 مليارات نسمة في 15 من شهر نوفمبر المقبل، متوقعة أيضا أن تحل الهند محل الصين وتصبح الدولة الأكثر تعدادا للسكان في عام 2023. وفي حين لوحظ تراجع واضح في معدل الخصوبة في دول عدة تعتبر متطورة، فإن الزيادة المتوقعة لعدد سكان الأرض في العقود المقبلة ستتركز بأكثر من نصفها في 8 دول، هي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وأثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وأيضا تنزانيا بحسب الأمم المتحدة. ختام هذا الموجز، وشكرا لكم على كرم المتابعة.